كابتن محمود الخطيب أكد أن حرب أكتوبر المجيدة هي عبارة عن ملحمة عسكرية بتجسد عصمة وبطولات القوات المسلحة المصرية، وقال أن هذا الانتصار المجيد سيظل يعني عظيما جدا وبيفخر به كل مصري. وجه التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكل أفراد الجيش المصري وجنودنا وقواتنا المسلحة الباسلة الذين قدموا ملحمة عسكرية وتاريخية لم ولن تنسى. وقال كمان أن الانتصار ده الحقيقة بيحتاج إلى كتب وليست مجرد صفحات أو كلمات بسيطة. وجه رسالة بأن كلنا على الجميع أن يتعاهد من داخل النادي الأهلي نادي الوطنية، يتعهدوا على التمسك بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتمنى أن تتجدد ذكرى أكتوبر دائما بكل الخير على كل الشعب المصري. وأكد كمان أن هي ياريت لو تجدد كمان الدوافع الإيجابية جوانا من أجل إعلاء مصلحة وطننا الغالي. وجه تحياته لرجال القوات المسلحة ورجالها البواسل، وتعالوا نسمع جانب كده من كلمة كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل كلامنا. في البداية بستأذن حضراتكم نقف دي أحداث أروح أبنائنا من شهداء القوات المسلحة. تفضلوا. في الحقيقة النهاردة بيمر 48 سنة 48 سنة على انتصار أكتوبر العظيم، الانتصار اللي هيفضل طول عمرنا أو هنفضل طول عمرنا فخورين بيه وعايشين بيه قدام العالم كله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري كله بخير وسلام، كل سنة وقواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه، كل سنة وجيشنا العظيم مصدر العزة ومصدر الشموخ. كل التحية لأبناء القوات المسلحة، وكل التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا مهما اتكلمنا النهاردة عن انتصار اكتوبر وعظمته وقيمته مش هنقدر ابدا نديله حقه. انتصار اكتوبر يحتاج كتب مش صفحات ولا كلمات، لكنه هيفضل عنوان كبير جدا للعسكرية المصرية وشرف كبير جدا للعسكرية المصرية. الحقيقة مش عايز يفوتني النهاردة كمان ان يعني اتكلم عن رجال النادي الاهلي، رجال النادي الاهلي العظام ودورهم الوطني في حرب اكتوبر. لما فتحوا ابواب النادي لتدريب الشباب وللمتطوعين اللي قدموا كل جهدهم وأرواحهم وانضموا لأبطال القوات المسلحة في هذه الملحمة التاريخية، احنا من هنا من النادي الأهلي نادي الوطنية عايزين كلنا نتعاهد ان روح اكتوبر تفضل موجودة في كل عمل وفي كل مجال، تدفعنا وتدفع كل مؤسسات الدولة دايما لقدام، ندعم ونساند علشان ننجح في معركة البناء والتطوير اللي بيقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتمنى كمان إن ذكرى أكتوبر تجدد جوانا كلنا الدوافع الإيجابية علشان بلدنا ومصلحة بلدنا، وهو ده الأهم. وأنا بختم كلامي عايز أوجه تحية أخرى وتحية تانية وتالتة للقوات المسلحة ورجالها الأبطال. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.